بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا في المرات السابقة إزاي نجيب معامل النفاذية أو coefficient of variability، بس فين؟ في المعمل. عشان ندرس أو نجيب الكي في الموقع لازم ندرس حاجة اسمها aquifer formations، أو الطبقات اللي هي حاملة للمية في الموقع. فالطبقات الحاملة للمية في عندي نوعين منهم. في عندي حاجة اسمها confined aquifer. كلمة confined يعني محصورة. يعني ايه محصورة confined aquifer ده؟ دي عبارة عن طبقة موجود فوق مثلا صخر هنا وصخر هنا، يعني في صخر فوق وصخر تحت، فبقت هي محصورة ما بين طبقتين غير منفذين. وبالتالي لو انت حطيت حتى اي بيزومتر هنا تلاقي المية طلعت تحت ضغط، لان في هنا الكونفايند مين اكوافير. اما الانكونفايند اكوافير او الطبقات اللي هي غير محصورة دي ماشي، في هنا مين؟ ادي مين؟ طبقة صخر، وعندي المنسوب بتاع المية في اي حتة. لاحظ حاجة، الطبقة ديت، الطبقة بتاعتي ديت مالها؟ المية اللي فيها تطلع وتنزل زي ما هي عايزة، بدليل ان انت لو حطيت بيزومتر مش هيطلع فوق، ده هينزل لعندك فين؟ لحد منسوب المية اللي موجود عندك. دي بيسموها الانكونفايند اكوفر، ودي الكونفايند مين؟ كونفايند اكوفر. وديت دي طبقة غير الطبقة، يعني لو دي ليها طريقة لإيجاد الكي بتاعتها، ودي ليها طريقة تانية إيجاد الكي بتاعتها. فاحنا هنتكلم على الطريقة الأولانية اللي هي الانكونفايند. ده عبارة عن البير اللي أنا بحفره، المية بتاعتي منسوبها هنا، ما خلاص بقى دي تعتبر مالها unconfined. هبتدي اعمل ايه؟ احط observation well، يعني عندي بير هاني هنا وبير تاني هنا بيبعد عنه R1 وR2، كويس؟ واعمل ايه؟ اجيب بامب وابتدي اسحب المية من البير اللي انا عامله هنا هوت، عشان اسحب منه المية. ايه اللي يحصل؟ لاحظ ان المية بتاعتي في البيزومتر هنا بتقل، فبجيب الدرو داون هنا والدرو داون هنا، ومنها اقدر اطلع الاتش هنا والاتش هنا. طب انا اعمل بيهم ايه عشان اجيب الكيو؟ بتساوي كيو كي، اجيبها ازاي؟ عبارة عن كيو، كيو اللي هي كمية المية اللي انت سحبتها في لين ار 2 على ار 1، ار 2 اللي هي المسافة دي، وار 1 على اتش 2 سكوير ناقص اتش 1 مين سكوير. خلي بالك الكلام دوت للايه؟ للانكونفايند مين اكوافر. اما بالنسبة للكونفايند، خلي بالك ان المية اصلا اول ما بحطها هنا المية هوب تطلع فوق وتبقى منسوبة هنا كده، خلاص؟ فنفس الفكرة هحط برضك بئر ملاحظة هنا وبئر ملاحظة هنا على بعد R1 وR2، خلاص؟ بس أهم حاجة إن أنت لازم تعرف إيه السمك بتاع مين؟ الطبقة اللي هي المنفذة اللي أنت اللي هي الكونفايند اسمها T. ليه؟ لأن القانون عبارة عن إيه؟ Q على 2 باي في مين؟ في T. لين R2 ناقص على R1 على H2 ناقص H مين؟ 1. خلي بالك مش سكوير هنا، ده H2 ناقص H1. اللي هو ارتفاع المية هنا اللي هو اتش في البيزومتر دوت، وارتفاع المية في البيزومتر الايه التاني كده. يبقى انت جبت الايه الكي في الطبقتين الكونفايند والانكونفايند بتاعتي. طيب شكرا.